أهلا بكم مشاهدينا الكرام الرافدين في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والدولية. عن سرقة أموال الضرائب كتب مهدي قاسم مقالا جاء فيه: فعلا لا تكف هذه الطغمة الفاسدة والمتحكمة بمصير العراق نهبا وخرابا عن إدهاشنا بحجم سرقاتها ولصوصيتها الهائلة والضخمة بل المتواصلة. فبعد شبه إفلاس وبعد شبه إفراغ لخزينة الدولة من مئات مليارات الدولارات سرقة ونهبا منظمين طيلة السنوات الماضية والطويلة، فقد تصورنا أن هؤلاء اللصوص سيكفون عن السرقة والنهب بسبب شبه الإفلاس الذي تعرض له العراق، مهددا حتى باحتمال عدم دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، هذا فضلا عن رائحة الفساد النتنة التي زكمت النفوس حتى في أقصى أركان العالم. أضاف الكاتب أن هذا النظام الهجين قائم على دعم الفساد واللصوصية وعصابات الإجرام السياسي المنظم والشبيه بخلايا سرطانية متقدمة لا شفاء منها فعلا، فلا يمكن إصلاحه قطعا. بالطبع ليس بسبب سذاجتنا وحسن نيتنا، إنما بسبب كوننا إزاء أناس سفلة وأنذال بالمطلق، أي نماذج مترفلة بعقائد سقيمة باطلة ومختفين تحت مظلتها التي تبرر لهم وتشرعن سرقة المال العام بذريعة أن مالكها مجهول ليواصلوا سرقتهم حتى لو تعلق الأمر بآخر فلس من ثروات الشعب العراقي. وإلا فكيف يمكن سرقة مبلغ بهذا الحجم الهائل والضخم 3,700,000,000,000 دينار من مصرف الرافدين وتحويله إلى بنوك أخرى على شكل عملات وتحديدا بالدولار دون إثارة انتباه أحد ما من مسؤولين، سواء من قبل المصرف ذاته أو في وزارة المالية من مفتشين ومسؤولين مباشرين، دون تواطؤ وتغطية ومشاركة بالحصص المتفق عليها لكل طرف ضليع، ولا سيما تأتي عملية السرقة هذه في الوقت الذي ضج فيه الشارع العراقي كلاماً عالياً واستنكاراً شديداً عن الفساد المالي الكبير والمطالبة الملحة بمعاقبة الفاسدين والمفسدين، حيث سقط مئات من الضحايا مناجل إنهاء ظاهرة هذا الفساد والفاسدين والمفسدين. من موقع كتابات نقرأ مقالا للكاتب سمير داود حنوج جاء فيه: نحكمكم أو نقتلكم، سرديات هدامة وأيديولوجيات تبنتها أنظمة فاشلة وتيارات سياسية قد تكون وسائل تهدف إلى عندهم إلى تسويغ الغايات، فكان الخيار الذي لا ثالث له بوجوب الرضوخ لأهون الأمرين، إما الاقتناع بالأمر الواقع والاستسلام للذات التي يريدها هؤلاء أو القتل، وفي كلتا الحالتين فالأمر سيان، لأن الأولى تعني القتل الرحيم أو البطيء الذي يتسلل بهدوء إلى النفس البشرية، أما الآخر القتل العمد سواء رضيت به أم لا، لأنه في نهايته خاتمة سريعة للنفس البشرية. لكن سرديات شتات المنظومة السياسية في العراق ابتدعت خيارا لا يقل غرابة وعجبا عن مبدأ القتل أو الحكم، وذلك هو خيار الفوضى أو السكوت عن الفساد، كمن يقول لك إذا أردت أرنبا فهو لك، وكذلك إذا أردت غزانا فالأرنب أيضا من نصيبك، في معادلة سياسية غريبة تفنن في صيغتها مخادعون وبارعون في التدليس والغش والنفاق. المنظومة السياسية التي تحاول أن تخير شعبها بين الفوضى والسكوت عن الفساد ربما فاتها أن لكلا الأمرين نتيجة واحدة تؤدي إلى هدف مؤكد وهو الخراب، لأن الأمر في نهاية المطاف سيخرج عن السيطرة والمألوف، فالفساد لا يمكن الاستمرار به إلى ما لا نهاية، في حين المؤكد أن حصانته لابد أن يأتي عليها وقت ترفع عنه عندما تختلف وتتخالف رؤوس الفساد فيما بينها على السرقات،
ولا بد في المحصلة عند صراع المصالح أن يتحول إلى تنافس مضني على زعامات الفساد للحصول على أكبر قدر ممكن من الغنيمة. أما الفوضى فيبرز السؤال الأهم هنا، وهو هل غادرت تلك الفوضى بعناوينها المجتمع الساكت عن الفساد؟ وهل غابت الفوضى من المجتمع وهو يعيش حياة الفساد بكل تفاصيلها؟ فسواء سكت الجميع عن الفساد أو سمحوا للفوضى، فالأمر سيان للقوم، لأنهم في كل الأحوال تائهون ضائعون في عناوين لإلهائهم وإشغالهم. لكن السلطة التي تفتعل تلك التبريرات ستكون واهمة، لأنها إن بررت ذلك الفعل بالزمن الماضي أو حتى الحاضر فهو بالتأكيد علامة من علامات سقوطهم المستقبلية. إلى صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان الكريستال ميث، القادم من أفغانستان وإيران يغزو العراق ويتسبب بكارثة إدمان. فقد نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا أعده كل من لويزا لافلاك ومصطفى سالم عن أزمة المخدرات التي تتدفق عبر الحدود من إيران إلى العراق وكفاح فرق مكافحة المخدرات من أجل إيقاف فيضانها. ففي مدينة البصرة بجنوبي العراق وداخل مقر متداعية لوحدة المخدرات التي تزداد فيها الملفات بدلا من تقلصها، كل ليلة تقوم الوحدة بمداهمة ويبدو ضباط الوحدة متعبين. فالعراق على حافة وباء إدمان يبحث فيه جيل أفقرته الحرب ومهمل عن المخدرات التي تتدفق الآن على البلد، وهو ما أرهق وحدة مكافحة المخدرات التي تعاني سوءا في التمويل وقلة في عدد الموظفين. منذ الغزو الأمريكي عام 2003 فتحت الحدود مع إيران وتدفق عبرها الحجاج والناس والتجارة والتهريب بما في ذلك المخدرات. ولم يظهر الشر الأكبر إلا في عام 2017، وهو كريستال الميث ميثام فيتامين. فقد أدى القمع المحلي في إيران لتعقيد عملية إنتاج العناصر الأساسية، وجاء الحل من أفغانستان حيث نجح منتجو المخدرات في الكشف عن سر استخراج العناصر الأساسية من ميثام فيتامين، مادة إفدرين من شجرة إفيدرا، وظهرت نتائج هذا الاكتشاف في معظم أنحاء المنطقة. ويقول ألكسندر سودرهولم المحلل في مركز الرصد الأوروبي للمخدرات واستخدامها، إن سوق المنتجين في إيران حيث يزدهر سوق المخدرات أصلاً قرروا استخدام المواد الرخيصة المستوردة من أفغانستان. ولهذا فقد كان المنطق الفاعل لماذا لا نقوم بنقل التعهدات لكي نركز على جانب التوزيع وإمكانية الإنتاج من أجل الأسواق الخارجية. ولهذا فقد تأثر العراق بزيادة الإنتاج من مادة الميث، واستغل المهربون الأزمة التي يعاني منها البلد الذي عاش نزاعاً وحكومة فاسدة تعاني من خلل وظيفي. كتب سمير المسالمة في مقال بصحيفة العربي الجديد: لم يعد ما يجري يتعلق بمصير أوكرانيا وحدها، وإنما بات يتعلق أكثر بمصير روسيا نفسها، صورتها ومكانتها وشكل تموضعها في العالم. وإذا لم يدرك بوتين هذا الواقع الصعب فستجبره التطورات على إدراك ذلك بطريقة أو بأخرى، وكلما تورط أكثر وكلما تعنت أكثر غرق أكثر وغرقت معه روسيا. وفي هذه الحال ما الذي لدى أنظمة بيلاروسيا، سوريا، كوريا الجنوبية، نيكاراغوا، إريتريا وإيران كي تقدمه له؟ حتى الصين لن تستطيع أو لا يمكنها أو لا تريد أن تقدم له شيئا على حساب مصالحها مع العالم، كل العالم. لم يستوعب بوتين أو لم يدرك أن اللعبة اختلفت، وأن الخط الأحمر في أوكرانيا هو أحمر فعليا وليس أخضر كما كان الحال في سوريا ومع بشار الأسد. وفي الغوطة تحديداً في 21 أغسطس آب 2013، وأن زمن السماح أو التوظيف أو الاستثمار الدولي لروسيا انتهى،
إذ اعتبر غزوه أوكرانيا عدوانا على الدول الأوروبية كلها وعدوانا على قيم أوروبا بين مزدوجين حقوق الإنسان والديمقراطية وعلى نمط عيشها وسلمها كذلك، وما زاد الاستنفار الدولي ضد بوتين تلويحه أكثر من مرة بأن روسيا دولة نووية وأن أي حل للحرب يقتضي الإذعان لضمها مناطق من أوكرانيا. من ذلك كله لا يبدو أن الطرفين، أي روسيا من جهة وأوكرانيا من جهة أخرى ومعها أوروبا وأمريكا، سيتوصلان إلى حلول قريبة تنهي ذلك الصراع الدامي الدائر الذي شرد الملايين وتسبب بخسائر اقتصادية فاضت عن روسيا وأوكرانيا إلى العالم في ارتفاع الأسعار والتضخم النقدي وأزمة الطاقة والإحساس بالخوف القادم من جنون الحرب. إلى صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت تقريراً أكد أن الحرس الثوري الإيراني سيكون الخاسر الأكبر إذا انهار النظام في طهران، ولهذا يحاول منع هذا المخطط وقام باستبدال قوات النخبة بالباسج لقمع المتظاهرين وسحقهم. وذكر التقرير أيضاً أن مؤسس الجمهورية الخميني الذي تولى السلطة في إيران عام 79 و900 ألف أنشئ الحرس الثوري لحماية النظام من الانقلابات والانشقاقات في الجيش النظامي. تحول الحرس الثوري اليوم إلى أقوى منظمة عسكرية في البلاد وبمئات الآلاف من الجنود، وتغلل في المؤسسات الاقتصادية لدرجة أن بعض المحللين يناقشون اليوم أن إيران لم تعد جمهورية دينية يحكمها الملالي، وإنما هي دولة عسكرية يسيطر عليها الحرس الثوري. أن الحرس الثوري كان موجوداً بجانب الباسيج على الخطوط الأمامية ويمارسون أقصى الأساليب في قمع الاحتجاجات، لكنهم فشلوا، وبدلاً من ذلك ظهرت في شوارع طهران والمدن الأخرى مجموعات جديدة وقاسية ترتدي زياً أسود مموهاً. قال شهود عيان إنهم من فرقة النخبة في الحرس الثوري والمعروفة بصابرين. ورأى التقرير أن مصير حركة الاحتجاجات الأكبر منذ الثورة الخضراء في عام 2009 بات معلقاً بتماسك وولاء الحرس الثوري وقوات الأمن المتعددة الأخرى في البلاد، فقد ظلت هذه القوات عقبة أمام أي محاولة للإطاحة بنظام المتشددين من رجال الدين في إيران. وقال أفشون أوسفاتور المحاضر في كلية الدراسات العليا البحرية: لا يهمهم كمنظمة خسارة الشعب أو الاضطرابات هنا أو هناك، وما يهمهم هو الحفاظ على النظام وليس إيران. ولم تظهر أي تقارير عن انشقاقات في قوات الأمن، إلا أن هناك إشارات عن تعب في صفوف قوات الأمن التي تواجه المتظاهرين على مدى الأسابيع الماضية، ويشعر أفرادها بعدم الارتياح من مستويات العنف وبخاصة ضد الفتيات. هذه وقفة قصيرة مشاهدينا مع رسوم الكاريكاتيرية.
من المتوقع أن يتوجه كثير من عشاق السكة الحديدية إلى سويسرا في وقت لاحق من شهر تشرين الأول الحالي، ليشهدوا تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأطول قطار ركاب في العالم، وذلك عبر جبال الألب السويسرية حسب وكالة الأنباء الألمانية. تعتزم سكة حديد ريشن سويسرية تشغيل القطار في رحلة تستغرق ساعة، تسير على طول ممر البول الشهير بين المناظر الطبيعية لمسافة 25 كيلومترا تقريبا. تتطلب هذه العملية التي تعد إنجازا هندسيا لسكة الحديد 7 من سائقي القطارات و21 فنيا لتشغيل ما يصل إلى 100 من العربات على خطوط سكة الحديد الجبلية الضيقة، وهي ذات منحنيات وعرة. فاز الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ذلك بعد التفوق على منافسه ساديو ماني وكيفن دي بروين وروبرت ليفاندوفسكي. وقد نال بنزيما الجائزة بعدما قاد ريال مدريد لحصد لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، ليصبح أول لاعب فرنسي يتوج باللقب منذ أن فعلها زين الدين زيدان في عام 98 و900 و1000. وقد تسلم بنزيما الجائزة من مواطنه الفرنسي زيدان لاعب ريال مدريد السابق، وأصبح خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز. قال بنزيما بعد الصعود على المنصة: هذه الجائزة الموجودة أمامي تجعلني أشعر بفخر شديد، وعندما كنت صغيرا كان هذا حلم طفولتي ولم أيأس أبدا، كل شيء يمكن أن يتحقق. الآن نتابع هذا المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بين التهكم والتوجس تباينت ردود الأفعال إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما تحدث عن أن تهديد بوتين استخدام أسلحة نووية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية تهديد حقيقي، وأن هذه هي أخطر أزمة منذ عام 1962 حين اقتربت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس جون كينيدي والاتحاد السوفيتي بزعامة نيكيتا خروتشوف من المواجهة النووية، وأن أي استخدام لسلاح نووي حتى لو كان تكتيكياً لا ينتهي إلا بمعركة هرمجيدون. فهل سمعتم بها قبلاً؟ من ريغان مروراً ببوش: يجب أن نشعر جميعاً بالقلق عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن المعركة الفاصلة خلال هذا الجيل. بهذه العبارات تحدثت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية عن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان، والذي كان قد تحدث عن معركة هرمجيدون 5 مرات خلال 4 سنوات من فترة رئاسته. ولم يختلف الحال مع جورج بوش الابن الذي شغل منصب الرئيس 43 للولايات المتحدة، حيث تحدث عن إن حرب العراق هي محطة من معركة هرمجيدون. فما هي معركة هرمجيدون؟ نهاية العالم. مصطلح هرمجيدون يقصد به نهاية العالم، ورد في اللغة العبرية هار ماجيدو في سفر الرؤيا، والذي يتحدث عن حرب طاحنة بين قوى الخير وقوى الشر قبل أن يؤسس المنتصرون مملكة الرب. والاعتقاد بمعركة هرمجيدون أو نهاية العالم وأنها وشيكة الوقوع فكرة تسيطر على قطاع عريض من السياسيين الأمريكان، وبينهم أشخاص نشأوا على ما يعرف بأيديولوجية هار ماجيدو وفقا لمعهد الدراسات المسيحية أندرو لانج. ويعتقد 39% من الأمريكيين بأن هار ماجيدون هي حرب نووية بين الولايات المتحدة وروسيا، ستنهزم فيها روسيا وينتصر الأمريكيون والقوى المتخالفة معهم، بحسب دراسة أجراها الكاتب الأمريكي دان يانكيليفيتش.
عام 1984. في نهاية جولتنا الصحفية في صدى الأقلام، تقبلوا تحياتنا، إلى اللقاء.